خلونا للتعليق على ما جرى اليوم وما جرى هذا الأسبوع في لبنان. يكون معنا عبر سكايب أستاذ معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. مساء الخير يا أستاذ معن. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الشرق. تحياتي لحضرتك يا أستاذ معن. الحقيقة يعني يعجز الكلام الحقيقة عن وصف ما وصل إليه الحال في بيروت. لقد كان أسبوعا شديد الصعوبة. ابتدأ يوم الثلاثاء بتفجير أجهزة البيجر، ثم الأربعاء باللاسلكي، ثم أمس مساء هجمات عنيفة بالطيران الإسرائيلي على الجنوب، واليوم اغتيال واحد من قيادات حزب الله. كيف يمكن رؤية المشهد وتوصيفه بشكل دقيق في هذه الظروف البالغة التعقيد؟ يعني أعتقد أن أمين عام حزب الله قد اختصر هذا المشهد في خطابه أمس حين قال أن إسرائيل قد أعلنت حربا على لبنان. حقيقة هذه الحرب في جوهرها ليست ضد حزب الله، وإن كان حزب الله هو رأس الحربة فيها، وليست ضد لبنان وحده. الحرب هذه هي حرب على الأمة كلها، وبالتالي أن الجواب يجب أن يكون من الأمة كلها، الأمة العربية والإسلامية. فهذه الحرب التي يحاول الصهاينة فيها أن يحققوا عدة أهداف، أولها الضغط على المقاومة لتفك في لبنان، لتفك ارتباطها بالمعركة في غزة. هذا هدف أساسي من أهداف الصهاينة. ونلاحظ أنه في وقت وعلى مدى أشهر، ونحن اليوم عشية اليوم 350 لحرب أو لملحمة السابع من أكتوبر، نتذكر أن على مدى أشهر كان هناك محاولة صهيونية للتخفيف من آثار الجبهة اللبنانية، لدرجة أنها لم تكن تذكر ولم يكن يذكر ضحاياها من الجنود الصهاينة ومن المستعمرين الصهاينة. ولولا أزمة الذين هجروا من هذه المناطق من المستعمرين الصهاينة لبقيت هذه الجبهة شبه منسية. اليوم أن تضع إسرائيل كل قوتها على هذه الجبهة معناها أنها تعترف بأن هذه الجبهة كانت جبهة مؤلمة لها، وكانت جبهة ضاغطة عليها. وبالتالي أعتقد هذه الحرب كشفت أن الجبهة اللبنانية كانت جبهة مؤثرة في هذه الحرب. ثم هذا التركيز على لبنان هو أيضا في محاولة من الصهاينة لصرف الأنظار عما يجري في غزة. لقد فشلوا في غزة فشلا ذريعا، فشلوا في تحقيق أهدافهم المعلنة، وفشلوا أيضا في تحقيق أهدافهم غير المعلنة، وهم يريدون أن يخرجوا. بدلا من أن يخرجوا من هذا المأزق باتفاق، نتنياهو يدرك أن الاتفاق هو نوع من الهزيمة التي تصيبه وتصيب ائتلافه الحكومي وتصيب الكيان الصهيوني نفسه. لذلك هو يحاول أن يوجد مخرجا آخر. اعتقد أن الحرب في الضفة هي أحد المخارج، والحرب في لبنان أحد المخارج، وربما تتسع حربه أيضا في إطار الهروب من فشله المذل له في غزة. أنا أعتقد أن هذا علينا أن لا يعني نصدم بالذي حدث في الأيام الثلاثة الماضية. الأيام الثلاثة الماضية بدون شك تلقينا ضربة مؤلمة في لبنان، تلقت المقاومة ضربة مؤلمة، ضربة نجح فيها العدو استخباراتيا، ونجح أمنيا، ونجح ميدانيا، وهذا أمر اعترف به قائد المقاومة في لبنان، وما من عاقل يستطيع أن ينكره. ولكن الحرب سجال كما قال السيد نصر الله بالأمس، وأعتقد أن حزب الله سيسعى مع قوى المقاومة على رد مناسب. ولكن هنا لفت نظري أمران أريد أن أشارككما بهما. أولا، أول اسم أشيع عن أنه تم اغتياله كان اسم نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم حماه الله. قالوا أنه هو الذي اغتيل، ثم قالوا اغتيل المجاهد الكبير إبراهيم عقيل، وهو من مؤسسي الجهاد الجهادي لحزب الله، وأنا أعرف أنه كان مناضلا كبيرا حتى قبل حزب الله، له مكانته. قالوا أنه
هذا الذي استهدف وكان في بيت اجتماع. إذا كانت معلوماتكم أن في بيت اجتماع لقوة لأركان قوة رضوان للبحث في خطة لاحتلال الجليل الأعلى، لماذا ذكرتم اسم نعيم قاسم في البداية؟ طبعا هم كانوا يعتقدون أن هناك قائدا مهما موجودا في هذا المبنى، فاستهدفوا المبنى بطائرات وليس بمسيرات، هدموا المبنى وهدموا المبنى المجاور من وما زالت نتائج هذه العملية غير معروفة. حتى المجاهد إبراهيم عقيل ليس هناك ما يؤكد استشهاده، وبالتالي يجب أن ننتظر بيان حزب الله لنعرف إذا كان قد تم استشهاده بالفعل أم لا، وإذا كان هناك بالفعل من قادة عسكريين آخرين قد تم استشهاده. طبعا الصهاينة منذ بداية هذه الحرب يستهدفون القيادات الميدانية في حزب الله الواحدة تلو الآخر، اعتقادا منهم أنهم بالقضاء على القيادات الميدانية يمكن أن يفككوا البنية العسكرية لحزب الله، وهم بذلك لا يعرفون حزب الله ولا يعرفون أن هذا الحزب الذي بدأ نضاله باستشهاد قياديين له من راغب حرب إلى عباس الموسوي أمينه العام لم يتوقف بسبب اغتيال قيادات له، واغتيل عماد مغنية وما أدراك ما عماد مغنية بالنسبة لحزب الله، ولم يتأثر حزب الله باغتياله سوى أنه خسر قائدا كبيرا. لذلك حزب الله قادر على توليد قيادات ميدانية ومجاهدين جدد، ومن رأى تشييع شهداء مجدرتي 17 و18 يدرك أن هناك بحرا من الشباب مستعد أن يملأ أي فراغ نضالي أو جهادي في القوات الميدانية لحزب الله. طب سيد معن اسمح لي، هناك آراء كثيرة تبناها بعض المواطنين يعني والسياسيين يقولوا أن الحزب وإيران لم تلقي إسرائيل الرد المناسب حتى الآن على جرائمها، سواء في مقتل إسماعيل هنية داخل العاصمة الإيرانية طهران أو حتى على مقتل الرجل الثاني في الحزب فؤاد شكر. حتى الآن لم تأتي عمليات تتناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، مما أغرى إسرائيل بمواصلة ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. يعني أولا أنا لا أريد أن أدخل هنا في يعني مناقشات هل كانت ردود فاعلة أم غير فاعلة، لكن أعتقد أن ما جرى أن ما قام به حزب الله في عملية التي أسماها عملية اليوم الأربعين ووصل إلى مركز القاعدة الاستخباراتية الأهم في الكيان الصهيوني لم يكن عملا بسيطا، بدليل أن المعلومات التي نشرت في صحف أجنبية وغيرها تشير أن تلك العملية كانت ناجحة. لكن أريد أن أقول أنه لو لم يكن جهاد حزب الله وقتال حزب الله فاعلا ومؤثرا إلى درجة كبيرة، لماذا يغامر الكيان الصهيوني بفتح جبهة جديدة مع جنوب لبنان، علما أنه له تجارب في جنوب لبنان ليست مشجعة على فتح معارك؟ كما قال السيد نصر الله بالأمس يريدون عازلا أمنيا أو حزاما أمنيا، هذا الحزام الأمني سيتحول إلى مقبرة للجيش الصهيوني، لأن إمكانات حزب الله وإمكانات المقاومة اليوم هي أضعاف ما كانت حين أقيم الحزام الأمني بعد حرب 82 وبعد ما قبله حرب 78. أنا أعتقد أن ردود المقاومة موجعة للكيان الصهيوني، وهذا ما اضطره لأن يعلن حربا كما قال نصر الله بالأمس، يعلن حربا على لبنان، وأعتقد أن نتائج هذه الحروب مرهونة بنتائجها. أخي أريد أن يتذكر الجميع أن هتلر في الحرب العالمية الثانية قد وصل من القوة أنه فكر بالقدرة على السيطرة على كل أوروبا وحتى على شمال إفريقيا وحتى على الشرق الأوسط، وأرسل قوات هنا وهناك، وتذكر أنه وصل على أبواب موسكو ولينينغراد وستالينغراد، ولكن في النهاية ورغم التضحيات الكبرى التي قدمها الاتحاد السوفيتي يومها وبلغت 30 مليون شهيدا، هزم هتلر الذي ربما يحاول نتنياهو أن يكون هتلرا صغيرا بجرائمه وبوحشيته وبناذيته. وأعتقد أن نتيجة هذه الحرب لن تكون لصالح الكيان الصهيوني حتى ولو بدأ
في لحظة من اللحظات أنه نجح في عملية هنا وفي اغتيال هناك. أنا أعتقد أن هذه الحرب مستمرة، حزب الله خسر كثير من قياداته، ليس في هذه الحرب فقط، وإنما كما قلت في مناسبات عدة سابقة. اغتيال عماد مغنية لم يكن أمرا بسيطا، اغتيال بعض كوادر حزب الله الأساسية في بيوتها في الضاحية وعلى الطرقات أيضا لم يكن أمرا بسيطا، لكن هذا لم يمنع حزب الله أن يستكمل بناء بنيته العسكرية القوية التي تحولت اليوم إلى قوة يحسب لها حساب، ليس في الكيان الصهيوني وحده، وإنما على مستوى الإقليم وربما على مستوى العالم. طب دعني أختم معك النظرة للوقت سيد معن، هل تتوقع أن يكون هناك سيناريو لحرب شاملة أم أن الأمر سيتم تداركه على عمليات على إطار عمليات محدودة متبادلة بين الطرفين؟ أنا أعتقد أنني على شاشتكم الموقرة قبل فترة قلت أننا أمام حرب استنزاف طويلة يتخللها عمليات نوعية من طرف المقاومة ومن طرف العدو، وبالتالي السيناريو الذي تعيشه اليوم غزة ربما ستكرر في لبنان، وهذا سيكون إنهاكا للعدو الصهيوني وإرباكا لحلفائه، خصوصا في ظل الخسائر الدبلوماسية الكبيرة. لا تنسى أخي العزيز أنه في اليوم الذي كان العدو ينفذ عملية البيجر وغيرها في بيروت، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت 124، أي بأكثر من ثلثي أعضاء الجمعية تصوت لصالح عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وأن تقر أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي ينص على وجوب انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة. هناك انتصارات دبلوماسية وسياسية بالإضافة إلى ما يشهده العالم. أنا أعتقد أن ما من علم رفع في العالم كما العلم الفلسطيني، وما من دولة منبوذة اليوم في العالم كما الكيان الصهيوني. هذه خسائر يجب أن نضع لها حساب، ويجب أن نتذكر أن هذا الكيان قام أصلا بتأييد عالمي وخصوصا غربي. هؤلاء الذين أيدوا قيامه عام 48 كشعوب يسحبون اليوم يدهم من هذا الكيان. لذلك أنا أعتقد أن حرب الاستنزاف هي التي ستعمدها المقاومة، لكن هذه الحرب سيتخللها عمليات نوعية، عمليات مؤثرة داخل الكيان الصهيوني من ضمن الوسائل والإمكانات المتوفرة لقوى المقاومة. شكرا جزيلا أستاذ معن بشاور، كان معنا عبر سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت.